بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. طبعا اليوم بصراحة مو كان مفروض تاخذون جنرال سيرجري، بس اتصل بي دكتور سامر الظاهر اكو عندهم فد ميتنج، فما ردنا يضيع عليكم السيشن مع اليوم. لذلك راح نعطيكم اللي المفروض كان المفروض لكم يا الاسبوع الجاي، اللي هو اللي هو الباسكولار سيشن. لان كان بودي انه نسوي ابديت للموضوع، بس يعني عموما راح نعطيكم اياه بشكل شوي نحاول انه يكون كجلسة حوارية، مش من اليوم الارتيريال، ونبقي بالسيشن الثاني الفينوس انجري والدي في تي. ومثل ما تعودنا احنا عادة يكون الموضوع اقرب، نحاول يكون اقرب للبراكتيكال بوينت بالنسبة لكم. المفروض اكو عندكم سيشنات ماخذيهن او محاضرات ماخذيهن للارتيريال، ما اعرف اذا بدل العرض تشوفون السلايدات لو بعد. بل راح نحاول نتناولهم من وجهة نظر علمية أكثر شيء، يعني وجهة نظر سوري مو شغلة، وجهة نظر براكتيكال، وجهة نظر عملية، وجهة نظر أنتو كأطباء شلون راح تتعاملون بالكاجواليتي ويا الارتيريال انجري بشكل عام. احنا الموضوع راح ناخذه بصيغه اكيوت ارتيريال اوبستراكشن وكرونيك ارتيريال اوبستراكشن. كاكيوت ارتيريال اوبستراكشن there are three causes اللي سبب لنا acute arterial obstruction. قد تكون thrombus، قد تكون emboli، قد تكون trauma. كل ده اني ممكن اني ادن الى acute arterial injury. Sorry, obstruction. Acute arterial obstruction. اذا نجي على الاولى thrombus، مو بمعنى التقليد definition، وإنما thrombus بما معناها هي تكون atheromatous in nature usually more often in the lower extremities more frequent than the upper for many reasons gravity maybe and little soon lower extremities usage مالتها more than the upper يعني usually walking وغيرها، يعني الأبر لمب استخدامها أقل، لذلك more often أو تشوف الأكيوت arterial اللي thrombus more likely for these two reasons أنه most likely in lower extremities than in upper extremities. The predisposing factors اللي هي sepsis, hypotension, low cardiac output, aneurysms, dissection, bypass graft or any underlying atherosclerosis narrowing بالarterial lumen. تلاحظون اذا اريد نقسمهم ذني كانما اكو عندنا تو جروبس، جروب يعتمد على الفلو لو فلو، وجروب لا الاثيروما هي اللي سبب لنا يعني الاثيروما اما كانما تنتج من الوول او بسببين، يعني بسبب الفلو قله الفلو او بسبب ثاني انه في some disease in the
intima of the artery. هاي كلها سوت لنا شنو؟ thrombus. نرجع الacute arterial obstruction قد يكون امبولاي. الامبولاي فرقها عن الثرومبوس by definition هي intravascular foreign body. بس مو معناتها foreign body قد يكون من outside, قد يكون foreign body from inside the body which circulate in the bloodstream and may blockage the artery leading to acute arterial obstruction. Etiology مالتها two main groups. Most commonly it is of cardiac origin. 80% it is a cardiac origin. قد تكون blood clot من left arterial thrombus. وهذا يحدث لنا عادة بالmitral valve stenosis. AF. Vegetation من ال SBE اللي هي subacute bacterial endocarditis. الجروب الثاني اللي هي 20% اللي بقت هو اللي يكون الاوريجن مالته from the proximal atheroma like in fragments of the atheromatous blood او قد يكون من tumor او foreign body. راح نجي لدن الامثله مال الامبولاي بعدين بنكمل شرح على هذا الموضوع. Sites of امبولاي راح تحدد لك تعطيك الساين والسبتوم. Most common site usually بالفيمورال artery bifurcation حوالي 43% وراء iliac arteries 18% aorta 15% والpopliteal arteries also 15%. The presentation أكيد according to site, presence of absence of collateral circulation will onset usually تكون sudden. Maybe gradual, but it's usually sudden. Acute. وهذا واحدة من الأشياء اللي نفرق بها بين الأكيوت والكرونيك اللي هي الأونست. والجنرال كونديشن أو بيشنت. كل ذني راح يحدد البرزنتيشن. الثرومبوس أو الأمبولاي. الأمبولاي مور أكيوت. يعني متى تعطي مجال للأرتريال سيستم إنه يبني enough collateral circulation. بينما الثرومبوس gradual. الأمبولاي tend to carry high morbidity أكيد لأن ما عندها time قلنا مثل ما قلنا للdevelop of collateral circulation. عموما الأكلوجين بالcerebral arteries راح يسوي لنا CVA. بالretinal arteries راح يسوي لنا blindness. بالrenal artery راح يسوي لنا hematuria ورenal failure. باللمب ارتريز راح يسوي لنا جانجرين. فاذا البرزنتيشن يعتمد على السايت وعلى الجنرال كونديشن اوف بيشنت وعلى الكولاترال سيركوليشن. هذا كامبولاي. نرجع كتروما. بالتروما وهذا فشي مهم لازم تعرفوه. بالتروما هذا أكيد أنتوا راح تكونون بالطوارئ. مثل ما حكينا بالثوراسيك سيشن. زين الأي بي سي هو أول شيء تخليها ببالك بالنسبة للتروما. ورا ما كملت الأي بي سي نجي في شيء أشياء السبيسيفيك بالأرتريال إنجري. طبعاً التروما كأي تروما قد تكون بينتريتينج أو بيرفوريتينج إنجري، قد تكون بلانت تروما أو قد تكون آيتروجينيك. ديسيليريشن إنجري هي جزء من البلانت والبينتريتينج إنجري. راح يسوي لنا 3 kinds of arterial injury. أكو بعضهم يقد يسموها سيفير ومايلد ومودريت. أكو لا الأفضل أنه تكون according to the what happened to the artery. قد تكون complete cut artery. The complete cut artery usually يجي لبرزنتيشن مالته إذا السكين مفتوح. خلنا نفرض lower limb. بالبداية راح يعطي هيستوري انه يصير عنده سيفير بليدنج اول تقريبا ثلث الى نص ساعة، بعدين راح يصير مثل التورنيكال افكت فازو كونستركشن فراح ينقطع البليدنج. يعني من يوصل لك عادة للطوارئ كطبيب طوارئ راح تشوف انه متوقف البليدنج اذا كان مفتوح السكن. مو معناته انه شو اسمه انه ماكو arterial injury لانها مرات ينخدعون بها
حتى في بعض الأحيان حتى السبيشالست زين إنه يشوف ماكو بليدينج وهذا يعني أكو ما ينقلوا له الصورة، يجوز ما كانوا موجودين بمكان الحادث، فقط لقى المريض وجابوا لقوا إنه هذا. فهذا إيش راح يجيك؟ راح يجيك بالساينز of acute arterial obstruction اللي راح نحكيها بعد شوية، يعني كأنما صاير أمبولاي. النوع الثاني اللي هو partial arterial injury، هنا راح يصير severe bleeding لأن الارتري ما عنده مو complete cut حتى يصير vasoconstriction. لذلك دول يجون بتو يعني two signs، إما إذا كان السكن مفتوح يجي continuous bleeding، أو إذا كان السكن intact مات اللور لم راح يجون بصيغة شنو هيماتوما. النوع الثالث هو اللي تشوفه، إذا تشوف الارتري تشوف الكونتينيوتي مالته موجودة from outside، بس from inside أكو عندنا intimal damage مثل thrombus formation، فراح يجينا sign septum مال acute arterial obstruction. إذا قسمنا الإفكتس of arterial injury راح تلقى أكو immediate effects وأكو late effects. الإميديate اللي هي قلناها قبل شوية like bleeding, hematoma, ischemic change, gangrene. Late اللي هو راح يسوي لنا false aneurysm أو arteriovenous fistula. The most common two effects, the late effect اللي هي false aneurysm والarteriovenous fistula. إذا نرجع من الموضوع، نرجع باك قلنا اكو نريد شوي نحكي لنا في خطوتين على انواع قبل ما نبدا بالكلينيكال مانيفيستيشن، او خلينا نبدا بالكلينيكال مانيفيستيشن وبعدين نرجع على انواع الثرومباي اللي ممكن انه تشوفها. الموست كومن كاركترستيك كلينيكال مانيفيستيشن اوف اكوت ارتيريال اوبستراكشن هن 6P، كان قبل يقولون 5P's اللي هي البينفول، وهنا ميز البين سيفير اسكيميك بين او سيفير نون اغونايزنج بين، دائما المريض يصيح من هذا الالم، الم غير قابل للاحتمال، بالر طبعا تشوف اللم تكون pale زين، وبالإضافة لذلك paralyzed ما غير قابلة ما تتحرك، pulseless negative pulse، paresthesia. الparesthesia من يصير impairment للblood supply للsensory nerve فراح يروح يعني يقول لك كل stocking أو gloves like loss of sensation، يقول لك ما بدأ أحس بإيدي مثل كأنما مثل ما لابس chef أو مثل ما لابس كأنما لابس جواري، مدى أحس بهاي المنطقة loss of sensation سمو بارستيز. بكيلوثيرميا اللي هي شنو coldness limp cold، بنسوي comparison، لذلك بالفحص دائما ننصحكم أن نسوي comparison between two limbs زين حتى تميز هاي حارة وهاي باردة زين. وهاي شنو بعد ممكن أن نتميزه إذا عندك low cardiac output قد يكون إن الثنتين باردات، هاي مو ده نحكي على اكيوت لمب اسكيميا. دايجنوسيس اكيد يعتمد على الهيستوري انه اكو تراوما او اكو كاردييك ديزيز كامبولاي، والكلينيكال مانيفيستيشنز هاي بالدايجنوسيس نعتمد عليها، السكس بيز والبليدنج فروم ذا سايت اوف انجري والهيماتوما والبلساتايل ماس. الانفستيجيشن اللي ممكن انه نسويها الاكيوت فاسكولار بين روتين بلد انفستيجيشن سي بي سي واليوريا والالكترولايت والاي سي جي بلد جروب بلد بريبريشن، وبين انه نبدي بالبدايه بالنون انفيزيف اللي هي الدوبلر التراساوند، وحاليا هسه دوبلكس نستخدم ال 3D وال 4D دخل هسه حاليا اللي دا يعطينا سنسيتيفيتي عاليه، وهذا ممكن انه يحدد لك خصوصا بال مو بالتروما، ممكن حتى بالتروما عندنا قابلية موجودة بالطوارئ انه اكو دوبلر وممكن انت تفحص زين، بس مثلا امبولاي او ترومباي وتريد تتأكد لانه ممكن ان يكون
خادعة إذا أكو collateral circulation زينة، فممكن أن تحس أنه warm الليمب وتقول يجوز ماكو arterial obstruction بالمين artery، فالدوبلر راح ممكن أن يحل لك هذا الموضوع. اللي وراء ممكن أنه نسويه هو CT angiography. CT angiography إذا سامع بعيد هو computerized tomography، اللي هو اللي نسميه بالعربي المفراس الوعائي، ميزة عن الحلزوني. بالوعائي هنا ممكن انه انت تقدر تسوي يعني مثل الانجيوغراف العادي، كأنما دا تسوي قسطرة بدون ان تسوي قسطرة، راح يعطينا الصورة حتى 3D للارتري وراح تعرف انت بالضبط هذا هل نحتاجه اوتسايد او بالتكست تلقى انه مكتوب. احنا بصراحة ما نوصل له بالاكيوت ستيت، ممكن بالكرونيك هواي نستخدمه، مثل يعطينا ماب للارتري وللسيرجري اللي ممكن ان نسويها له. غير السي تي انجيو طبعا، اذا عبرنا السي تي انجيو راح نحتاج هنا تشوفون اكو صور للسي تي انجيو، تباعون الصوره شلون حلوه، هنا يراويك كانما حتى ملون ينطيك اياه، باعون هذا اللور، هذا هنا دا نحكي على ابدومينال ايورتا، هنا هذا هو الرايت كومن ايلياك ارتريز، وهنا اعطانا التو اعطانا الرايت كومن فيمورال، هنا اكو بلوك له مسدود. زين هذا وهنا مثلا هذا اذا تلاحظون اكزيله دا يبدي بريكيال ارتري، اذا مو واضحه الصوره راح ممكن انتم من يوصلكم توصلكم المحاضره راح تشوفوها واضحه جدا. هنا هم عندنا بلوك الاكزيلو بريكيال ارتري بلوك، هذا باي شلون دقنزناه بالسي تي انجيو. بس مثل ما قلت لكم اعيد، سي تي انجيو عاده نحتاجه اكثر بالكرونيك، قد يكون اذا عندنا داوت بالدايجنوسيس بالاكيوت واكو عندنا مجال، لانه مثل ما تعرفون بالاكيوت عندنا الجولدنج 6 اورز مو مال نضيع وقت، اذا مثلا عندنا وجاهزه وهذا والمريض بعده ومو كلش واصلين لدايجنوسيس ممكن ان نسوي سي تي انجيو. هنا هذا كونفنشنال، هذا انجيوغرام الاعتيادي، اذا تشوفون هنا انيوريزم يعني بالانيوريزم يعني او تروماتيك ايورتيك انيوريزم بالانفيرير في او فيستولي، لان بالليت كومبليكيشن اللي قلنا بعدين تصير كومبليكيشن بعدين بالارتريال انجري نستخدم الكونفنشنال انجيوغرافي. هذا قسطره اعتياديه، القسطره الاعتياديه تراوينا الصوره بهالطريقه، هذا بوبليتال ارتري اذا تباعون زين، هذا ني جوينت، وهذا لا هذا هنا بالابدومن لا تلاحظون هاي بلادر هنا. زين هذا هنا صاير عندنا تروماتيك ايورتيك انيوريزم ويا الفيستولا، سوري هو انيوريزم وذ ذا انفيرير فينا كافا فيستولا. هنا اريدكم شباب انتم شوي صارت عندكم خبره بالبولات، اذا اريد شوي ندخلكم ويانا راح اعطيكم بس والله هذا انا بصراحه استوني جيت من العياده فما ادري اصور الرابط ما خاله ايه خوش راح اراويكم شلون اطلع الرابط اول هذه اسرار بيها خاف تشوفون مال امتحاناتكم فراح اوقف هذا رابط راح اعطيكم اياه اريد من عندكم تشاركون وياي اذا اجاكم بالكاجواليتي arterial bleeding what you do to stop bleeding يعني ده نحكي هنا what you do to stop bleeding
كتبوا لي والله بالشات شو اسوي، هل من الافضل انه تورنيكا بروكسيمال لو ديستال لو اون ذا ارتري؟ شباب مشاركاتكم ترى محسوبة، يعني دريتوا بالهذا، احنا نريد بدكم شوي تشاركون ويانا، يعني هذا مع الموضوع كل شيء سبون فيدينج وهذا خبطي، وقدرون تفتحون المحاضرة على اي شيء اسمه، نريد من عندكم مشاركات. سوري مدى يطلع، ما ادري الانترنت ضعيف عندي، ما ادري، ما اريد اعطلكم بهذا الموضوع. راح اقرا المشاركات خلي اشوف والله ايش شنو والله ايش كتبتوا لنا. اي كلكم تقولون اي، زينب وحسن يقولون اي، بعد اي وسكينة وزينب يقولون سي، يعني اي و سي لحد الآن مكانين above site of injury C A و C. زين شباب أريد من عندكم هسا رجعة السلايدات تطلع عندكم لو لا بعدي، رجعت زين. يعني الساعة الأجوبة مالتكم أنا كان بودي تطلع هنا بس بصراحة سوري، جواب بين above site of injury أو on the site of injury which is good. بصراحة هو الأفضل on the site of injury. السبب إنه إذا lower limb وخليت التا above usually the arterial system ويا شنو venous system injured venous injury، فإذا خلينا above site of injury راح يصير قد نفقد more bleeding from the venous، يعني كل blood اللي موجود باللور لم راح نفقده، لذلك it is better انه دائما يكون pressure on the site of injury وهذا هو الأفضل طريقة لإيقافه هو باي فاسكولار كلام. وهذا ذكرنا أكو مريض مرة حولوه باسمه، وإحنا كانت بصراحة ما عدني أنا بالنجف كنت بقتها وحدي قبل ما يجون الساس زملاء، زين ما عدني فاسكولار كلام كنوعية زينة، ومن حسن حظني أنه أكو مريض اشتغل جنرال سيرجين صار عنده إلياك آرتري إنجري وهي المنطقة اللي يتحول بها إلى common femoral artery injury بذيك بذاك المكان كان inguinal وصار injury، وكلش حلو كان خالي كلامبات اثنين vascular injury vascular clamp. الفاسكولار كلامب يختلف عن الكلامبات الاعتيادية لأن حتى ما يسوي تروما للآرتري، فقدرت أخيط براحتي طبعا أنا، وأكيد طبعا الكلامبات أخذتهن وخليتهن ويا غراضنا وقام يلحون علينا السماء ونريد الكلامبات وما وصلنا لهم وياه، ما أدري تعتبرن حلال أو حرام ما أعرف. المهم إنه الفاسكولار كلامب هو أفضل شيء يحافظ لك على أرتري. إذا لا ما عندي هي شيء إمكانية، ما عندي فاسكولار كلامب بذاك الوقت، برجر باكي وبرجر
البريشر من يكون سيفير يوقف اي بليدنج من ضمن حتى الايورتا من ضمن حتى الايورتا. لذلك نوصي الجنرال سيرجن اذا ضربوا الايورتا او ضرب مكانات ما يقدرون يوصلوا لها ان يحشون البطن زين باكه ويسدون ان بريشر صراحه تهدئ الامور بعدين احنا نقدر وراهم نفتح ونسيطر على الموضوع. المانجمنت اوف اكيوت ارتيريال او انجري او فاسكولار اوبستركشن اكيد اكوردلي اذا انجريز وتروما ريسسيتيشن او اذا شوك تريتمنت اوف شوك اريست اوف بليدنج قلنا اللي هو بريشر وباك وباندج تورنيك اكسبلوريشن اكيد اندر جي اي و فاسكولار كلامب و طبعا نحاول احنا دايركت ريبير او نستخدم باتش او نستخدم جرافت نفضل الاوتوجينوس فينوس جرافت واذا كلش بالاوتوجينوس فينوس جرافت بلو انجواينال ليجمنت يعني باللور لم جوه اما السينثيتيك ففوق دائما بالابدومين بالها نحتاج سينثيتيك لان نريد سايز كبير سواء كان داكرون او غورتكس المواد سواء كانت داكرون او غورتكس. اما بالنسبه للامبوليك ارتيريال اوكلوجن اول ما نبدي هيبرينايزيشن يوجوالي باي لو مولكيولر ويت هيبارين انا افضل بصراحه الانفراكشنيتد يعني الكلاسيكال هيبارين الدوز لازم تعرفوه يكون 100 ملي جرام بير كي جي يعني اذا مريضكم الوزن مالته 70 راح تعطي 7000 انترناشونال يونت او 70 ملي جرام بير كي جي 70 ملي جرام بير كي جي سوري 100 انترناشونال يونت بير كي جي يعني 1 ملي جرام راح عيد الهيبارين اكو تو دوز اكو غير انه اكو ثيرابيوتيك وبروفيلاكسيس بس بالثيرابيوتيك بدنا نحكي اكو تو دوز اكو دوز نسميه فول هيبرينايزيشن واكو نسميه شنو توتال هيبرينايزيشن التوتال هيبرينايزيشن هذا بنستخدمه بالباي باس ماشين بالاوبن هارت سيرجري من تحول البلاد وتوديه للماشين لازم نسوي شنو توتال هيبرينايزيشن ذاك 300 انترناشونال يونت بير كي جي هنا كل شيء نحسب بير كي جي ماكو هازارد الدوز على وزن المريض مريض طفل مريض كبير هذا بالتوتال هيبرينايزيشن نستخدمه وين بالباي باس ماشين بارشال هيبرينايزيشن كثيرابيوتيك هو 1 ملي جرام بير كي جي او 100 انترناشونال يونت بير كي جي فاذا اذا مريضك 70 كيلو ايش قد تعطي لو 70 ملي جرام لو 7000 انترناشونال يونت بير كي جي عاده السي سي ايش قد بي 5000 انترناشونال يونت طبعا داني للصفنون داني لازم حافظيهن حفظ بالامتحان العملي اللي ما يجاوبني بيهن ما انجح راح تقول لي ليش دكتور شنو هاي اقول لك تدري شنو ليش لان انت راح تكتب الهيبارين ما معقوله تنتظر من الممرض هو يحسب لك الجرعه مو صور عيب انت طبيب بعد يومين ثلاثه طبيب قاعد بالطوارئ يقول لك اعطي هيبارين يقول لك ايش قد اعطي دكتور مو تصفن بوجهه تعرف السي سي بي هالقد كلش روح يم صيدليه الطوارئ اخذ البياله اقرا الموجود بيها سي سيك 5000 وحده زين 5000 وحده مريضي وزنه 70 كيلو المفروض انطي انا ايش قد 7000 5000 ويا 7 يعني ايش قد سي سي 5000 يعني سي سي ونص ايش قد يصير واضحه السالفه واضح شلون تحسب هذا اذا تعطي شوت اي في اذا لو موليكولر ويت هيبارين الكليكسان نفس الجرعه يعني مو شرط احمد يعني مو شرط التوزن المريض مبين ابو 70 كيلو يعني تقدير عينك هي مو شغله 10 كيلوغرامات فرق مو صحيح بس انت لازم تعرف من تكتب الجرعه من تكتب الدواء ابني من تكتب الدواء انت طبيب انت القائد مات الطوارئ انت اللي تقود الموجودين دائر مدايرك انت تقول له هذا تخلي الكانيولا لازم تعرفها انت شلون تخلي الكانيولا اذا ما حد يدبرها مو بني انت تقول له انطي فلان شيء انت تعطي انالجيسيا يقول لك ايش قد اعطي اي ام اي في بالعضله ايش قد سي 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 ان تعرف السي سي ايش بي هذا ايش بي المغذي ايش بي ممكن اعطي فازاتيليتر ممكن ترنترا
كنت تعرف ترينترال اللي هو البنتوكسيفيلين ايش قد جرعته 400 ملي جرام انطيش قد توايس لاني حافظين ماكو شيء اسمه تقوم ات وسي سي كيفك ماكو شيء سي ونص هذا اللي انت تحتاجه انه تعرفه وين بالطوارئ لان انت الخط الاول واضح جيد اذا واضح ننتقل السيرجري اللي هو شغلتنا usually الامبولاي والاكيوت ارتيريال اوبستراكشن سيرجيكلي كوركتد زين سيرجيكلي كوركتد مو ميديكال ليش لان اذا السامعين عندنا الجولدن اور اللي هي 6 اور السكس اور صح هي مو قانون مو قران بس يعني اذا واحد يجيني 6 ونص اقول له ما لك عمليه لا بس هو انا احاول انه اسوي السيرجري within the 6 hour يعني حضرتك مثلا خلنا نضرب مثل احمد عماد بعد كم يوم قاعد بالطوارئ لازم الشفت الليلي ساعه بالثنتين اجا كيس شافه قدامه بي 6 بي هذا اذا اكيوت ارتيريال اوبستراكشن سال اهل المريض قبل ايش قد قالوا له والله دكتور ساعه بالعشرة باوع ساعته هسه بالثنتين ايش قد صار له اربع ساعات اخابر اني دكتور ليت شربي اجرب من الفراش لو لا لان ادري بي ليت شربي عصبي بالليل اذا جاني بالثنتين وطلع هذا المريض يتحمل للصبوح زين يجوز يرزمني مو وبالناحيه الثانيه يجوز المريض يروح تروح ايده ده تفتهمني شلون هذا الهاي برايورتي اللي يسميها اذا هذا المريض ما صحت للسينيور لان هو السينيور هم يحتاج لساعه الى ساعتين حتى يسوي العمليه هذا للصبح انتهت ايده واضح راح اضرب لكم مثال ثاني اضرب مثال ثاني قبل ما نمشي بالموضوع نجيبه دوره بالعكس اجاكم ولد شاب اكيوت ارتيريال اوبستراكشن صار له 8 ساعات يعني عابر الست ساعات الجولدن بيريد مالتي وانت قلت لهم لا والله هذا ما يرهم لعمليه او عابر فتره العمليه طبعا هذا اكيد القرار يقرره السينيور خلي افرض انا اجيت كسينيور قلت لهم هذا بيوند فاسكولار انترفير قالوا لي يعني شنو دكتور قلت اقول لهم يعني للاسف احتمال تنبت الرجل ايده او رجله زين اذا انا طلعت وهم اجوا حاكوا قالوا لي دكتور هسه احنا هذا خي يسوي له عمليه هسه احنا ايش خسرانين شو تجاوبون انا كان بدي انتوا قدامي حتى تجاوبون والله شو تجاوبون اريدكم تكتبوا لي شو تجاوبون نسوي عمليه لو لا خلينا نعطي تشانس هذا داور وجهه وراح لاخصائي خلينا نعطي تشانس شو تجاوبون نعطي تشانس لو ما نعطي تشانس يلا اريد اجابات يلا شباب قوموا نايمين يلا هي كلها شهرين انتوا بالطوارئ يلا اريد اسباع تجاوب ننطي تشانس طيبه تقول زهرات تقوها ما ننطي تقوى ما يقول ما ننطي تشانس زينب وليد يقول ننطي حسن يقول ننطي مروه ما ننطي زين يعني اللي ننطي تشانس الاغلبيه ينطون تشانس بس اثنين ما ينطون طبعا اللي جاوبوا ما ننطيهم الصحيح وزهراء عليهم ماتت ومصطفى احمد هم يعني اربعه اللي جاوبوا ذولا ليش مصطفى احمد مصطفى حبيبي اريدك تجاوبني ليش ما تنطي تشانس يلا احسب لك اياها هاي بونص اذا جاوبتني صحيح اللي جاوبني ليش ما ننطي هو الجواب صحيح ما ننطي بتفسير علمي ثلاث كلمات هي لا كلمتين ليش ما ننطي تشانس لهذا انه نسوي له باسكولار انترفينشن يس جود مصطفى عافية احمد مصطفى محمد هذا كون يذكرني يقول لي دكتور انا قلت لي اعطيك بونص راح اعطيك بونص هسه بالامتحان اذا ما جاوبت عافية يس اللي راح يصير يسموه ري بيرفيوجن سيندروم وي لوز بيشنت لايف لايف نمبر 1 لم نمبر 2 الاهم للحياه هذا معناته انه واصل مرحله هذه موتلينج ديد تيشو بيها توكسيك ميتابولايت اذا اسوي ريبرفيوجر راح تنغسل المنطقه راح الفينوس يرجعني شكو توكسيك ميتابولايت للجسم وبالتالي ويل كوز ديد واضح
هذا ده شوفوا اللي طبعا عادة السوتشر ماتيريال اللي نستخدمها هي برولين وهاي الفوغارتي. إذا واضحة الفوغارتي هي عبارة عن كاتيتر وبالأخير أكو بالون ينفخ. هذا السال المريض هذا عنده بايلاترال في مرة الأمبولوكتومي نسوي له إحنا يعني جايين من الجهتين. إذا شوفوها هاي هنا هاي ثرومبوس ثرومبوس هاي طلعناها أمبولاي اللي طلعت كلوت أمبولاي هاي الثرومبوس طلعها ما يطلعها الفوغارتي. الفوغارتي اسم العالم اللي اخترعها باسمه زين ولا زالت تحمل نفس الاسم ويسموها مرات إذا ما تريد تذكره يسموه أمبولوكتومي كاتيتر ماشي زين. هذا تطلع أمبولاي سوري الثرومبوس تطلعها ثرومبوكتومي كاتيتر ثرومبوكتومي كاتيتر. قبل ما نروح للبيريفرال باسكولار ديزيز اكو مصطلحين راح نمر عليهم مرور الكرام صراحه مضطر انا امر عليهم اللي قلت لكم نحكي عنهم اللي هي الانواع الامبولاي كوليسترول امبولاي وغاز امبولاي وتيومر امبولاي. بصراحه ذني الامبولاي انواع قد تكون تيومر هذني قد تكون تيومر امبولاي اللي عاده تجي من الليفت اتريال ميكزوما او قد تكون برونكوجينيك كارسينوما فالتيومر يدخل داخل الارتريال سيستم يسده. قد يكون فورم بودي اللي هي قد يكون gunshot wound يسوينا فورم بودي امبولاي او قد يكون ايتروجينيك يعني احنا سببناها شلون مثلا سوينا تايت تورنيكي نسوي تورنيكي او هذا اللي يجينا عاده زين عادة يضربون بدال ما يضربون الدواء بالوريد يضربوه بالشريان. هذا هو راح يجوكم مو هواية بس راح يجون يجيكم يجي كيسات ويسميها إذن فورم بودي أمبولان أو ممكن بيركوتينيس كاردياك كاتيترايزيشن اللي يسووه جماعة القسطرة ممكن هماتن اير يدخل أو هذا ويسوي لنا شنو يسوي لنا فورم بودي أمبولاي. قد يكون كوليسترول أمبولاي أمبوليزم الكوليسترول كريستال نفسه قد يصير بي أمبولايزيشن وهذا عادة يروح بالأرتريول ويسوي لنا فد إنفلاماتري ريسبونس هاي يسموها كوليسترول أمبوليزم سيندروم سوري. إذا سامعين بالغواصين يصير عندهم غاز أمبوليزم هذا نتيجة الديكومبريشن from high pressure لذلك يخلوهم بغرف خصوصا الغطس مياه عميقة يخلوهم بغرف خاصة وهاي الغرف يقللون البريشر شوي شوي حتى لا يصير عندهم غاز امبوليزم. وممكن هذا هم يصير بالكاردياكات او بالاوبن هارت اكثر شيء من يعبر هوا بالجماعة الاوبن هارت سيرجري اهل اللي يسوون مايترال بالب وغيره قد يعبر اير ويسوين اير امبوليزم. ده نحكيناها سوري لسه نرجع لموضوع البيريفرال فاسكولار ديزيز. هنا انتقلنا للموضوع الثاني اللي هو شنو الكرونيك راح تشوفون فرقه هاي عاده هيك مواضيع هي اللي تجيكم راح تشوفون فرقه عن الكرونيك اسكيميا وفرقها عن الاكيوت. قبل شويه كل اللي حكينا بين الانجري وبين الامبولا والترومباي هو اكيوت. البيريفرال فاسكولار ديزيز يعني هذا يعطي ساين وسيبتوم والاثيروما هي اللي دائما اللي تشكل الديزيز مالته مو الامبولاي يجي انسدادات متعدده هذا اللي تجون اللي نلقاه بالبيريفرال فاسكولار انسفيشنسي. اول شيء استمعوا مرات هواي يجيكم دائما شنو شلون تفرق بيناتهم بين الأكيوت والكرونيك أرتريال أوبستركشن. الميل كرونيك جراجوال بينما هناك موستلي سدن. ثانيا هذا الكون جراجوال بالكرونيك طبعا اكو كولاترال سيركوليشن راح ديفلوب فالجانجرين دائما ديفلوب ليتر يعني يعطينا تايمز بينما الاسكيميا ديفلوب ايرلي بالأكيوت. النقطة الثانية بالبرزنتيشن قلناها عند الـ HS6P بينما هنا intermittent claudication claudi هاي فد لاتين وورد
اللي هي بما معناه شلون العرج معناته يعرج. usually يجيك هيجي السبتوم يقول لك عليها، يقول لك دكتور اني امشي مسافة دقيقة او دقيقتين راح يصير عندي pain احسه مثلا. طبعا الاحساس مالته according للارتري اللي يصير قد يكون بالبوتك او بالثاي او بالكالف ريجين، usually يجون هم بالكالف. يقول لك راح انا من امشي لدقيقتين راح يصير عندي مثل تنقف الرجلي، كون استراح شوية وبعدين من امشي هم دقيقتين، هم نفس الدقيقتين راح يشوفه نفس الدقيقتين وهم اوقف، يعني دي يعطيني نفس الديستانس دي يمشيهن similar distance. الديستانس هذا نسميه claudication distance، ولكونها هذا يعني متقطع نسميه intermittent claudication. Intermittent claudication is characteristic of chronic atherosclerosis أو chronic arterial obstruction. مرحلة تجي وراها راح تلقاهم يقول لك لا دكتور أنا كنت سابقا هيجي هسا continuous حتى بالريست يصير عندهم ريست بين، هاي معناتها severity تزيد تتفهمون. يعني إذا اللي يقول لك أنا أمشي 100 متر يالله أكيد less severe من اللي يمشي 50 متر وتوقف رجله، مو صحيح؟ اللي هو هم less severe من ابو 10 امتار وتوقف رجله، واكيد ابو 10 امتار احسن موضوع السيفيريتي مالته اخف من اللي منه من اللي rest pain، هذا حتى بدون انه يمشي continuous pain day and night. قبل طبعا وراء يجي هنا جزء ما مكتوب، طبعا أنا أحاسبكم على الحكي مالتي مو على الكتاب الموجود، راح تلقى شي يقول أني دكتور orthopenic pain، هذا قبل الريست بين. هذا المرحلة هيك قسمها intermittent claudication وراي يجي orthopenic pain اللي هو شنو orthopenic، أنه أنا من أنام يفززني من النوم بالليل، يعني بالبداية أقدر أنام مو مثل الريست بين الألم ليل ونهار، لا ورا ساعة أقعد من النوم أنزل رجلي وفركها يا الله شوية أستراح. ذاك الشيء شو تسموه orthopenic pain. شنو تفسيركم للorthopenic pain؟ شنو تفسيركم للorthopenic pain؟ ليش يصير orthopenic pain؟ يلا أريد تفسير. وين مصطفى؟ يلا ما طولك خوش محضر وتعرف الفوغارتي هذا مش قد كان عمره. يلا مصطفى orthopenic pain. مصطفى محمد شنو اللي يسبب لنا يا هو ندري acute يا chronic arterial obstruction، ليش يصير عندهم orthopenic pain؟ ليش من يقعدون هذا ويفركون رجليهم يستراحون؟ لا مو هايبوكسيا، لا 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 yes decrease gravity. good زينب وليد جاوبتها صحيح gravity، لان ذولا اللي يعتمدون من ينزلون رجليهم الجرافيتي الساعد، يعني معناته قلت الفلو الى درجه بقت تعتمد بس على الجرافيتي، فمن يصعدون رجليهم راحت الجرافيتي قل الفلو قعدوهم من النوم. good زينب وليد عافيه. اذا زينب وليد ومصطفى ذولا عندهم بونصات. وراها راح يجينا rest pain الدور بعد ما يأثر. وراها طبعا اكو signs مال chronicity اللي هي pale hair loss، بعدين يصير cold feet paresthesia diminish الى ان اخر مرحلة يوصلها gangrene، يوصل اللي يشوفوها قدامكم هاي gangrene lower limb gangrene. ريسك فاكتور مال الكرونيك طبعا هم السموكينج هو رقم واحد بالريسك فاكتور. دايبيتك اكيد، هايبرتنشيف، هايبر كوليستروليميا، هاي بلد بريشر، فاميلي هيستوري، والايج كل ما يكبر طبعا الانسان يزيد عوايره. دايجنوزيس هم هيستوري ريسك فاكتور، كلينيكال مانيفيستيشن اللي حكيناهن، روتين انفستيجيشن، والدايجنوسيس بصراحة يبدي دوبلكس سكان بصراحة كافي. اكو ما نسميه انكل بريكيال اندكس،
هذا مهم جدا. وبدينا نهتم به بالآونة الأخيرة. الأنكل بريكيال إندكس من يكون ليس دان 1 إحنا يلا نبحث بالبروسس الانفستيجيشن البقية. الأنكل بريكيال إندكس طبعا تشوفون قدامك التصوير مالته اللي هو إحنا نسوي كومباريزن بالبرجر بين اللور إكستريميتي والأبر إكستريميتي. ليش؟ لأننا نعتقد أنه الأثيروسكليروسيس هو جنراليز ديزيز. بما أنه جنراليز ديزيز فالأبوض الأبر لم إنفولد همات. إذا الإنفولدمنت مساوي بين الأبر لم واللور لم ماكو داعي أنه يعني أنه هذا عادة يعني السيرجري مو أن أوبشن. رغم انه الكرونيك واحدة من النقاط الاختلاف بين الكرونيك والاكيوت ارتيريال اوبستراكشن هو انه الاكيوت سيرجري سيرجيكلي يعني تريتد بينما الكرونيك ميديكال تريتمنت مو صحيح. غير انه الاندرلاين كوز يعني اي تريت دايابيتيك اي تريت هايبرتنشن كاردييك بس حتى هو نفس الديزيز زين فمات must يعني usually treated medically اللي راح نجيها هسه. عموما النورمال اي بي يعني انه الانكل بريكال اندكس هو usually more than 1. من يصير less than 1 معناته so severe للobstruction lower limb وبالتالي يحتاج للخطوات اللي بعدها. شوفون هذا السي تي انجيو يدل ان الكرونيسيتي زين. هاي شوفوها هاي قدامكم هذا كله يعني كأنما كله lower limb هذا العفو bifurcation هذا مات شو اسمه مات الارتري ما هو عنا أصلاً totally occluded بس كلها تبدأ تشتغل بعد ماكو continuity ماكو continuity ماكو MRA يعني تستخدم بس بصراحة أنا ما أدري مو كلش نحتاجه قد يكون بالكاروتيد ممكن تحتاجه يعني شوفوها قدامكم الصورة اللي تم MRI اللي هو الانجيو ماتت فالصورة شوية حلوة بس يعني بصراحة مو كلش نحتاجه سي تي انجيو كافي بالنسبة لهذا الموضوع. التريتمنت نمبر 1 ستوب سموكينج. صراحة أنا اللي أسويه بالعيادة أحكي ويا المريض وحتى ما أبدي بالعلاج وما أبدي بالإنفستيجيشن إذا كان سموكينج يعني هذي سموكينج إلا ما أنا أتناقش ويا بموضوع السموكينج. وبصراحة حتى مرات توصل وياي إنه أحلف المريض طبعا ما يخافون إلا من يحلفون بالعباس ما يخاف من غاشي. المريض اللي ما يرضى يحلف أو اللي ما يرضى يقرر أو يعني يقول لك أفكر إنه to stop smoking لا تعب نفسك وياه. وليد مصطفى بصراحة العفو مصطفى الورد يعتبر pioneer of vascular surgeon الله يرحمه pioneer vascular surgeon بالعراق هو من الأعلام صراحة بالvascular surgery. طبعا حتى نكون واضحين الباسكولار سيرجري هي سيرجري اوف ذا وور تتطور بالحروب. وحتى اذا تلاحظون اذا تشوفون اغلب العمليات والانواع كانت هي وقت الحروب خصوصا بالفينوس انجري من ان شاء الله بالسيشن الجاي نحكي لكم عليه شوي نحكي اكثر بهذا الموضوع موضوع الحروب وعلاقتها بالباسكولار سيرجري. تدرون الحمد لله وشكر العراق كان يعني أحد حروبة تترى فصار عندنا جراحين والحمد لله احنا استفادينا من هاي الفترة هي ما أعرف الحروب الحمد لله أو الله يوقينا شرها زين. بس صاروا هاد باسكولار سيرجن قويين يعني هاندلين قوي مالتهم. كان واحدة من أهم النصائح اللي نصحنا إياها كنا كان يدرب بينا إنه لا تتعامل ويا مريض بالباسكولر إذا شفته ما بطل تدخين. يعني وعدك من إجاك شفته بعد ده يدخن رأساً تقول له دواك مو يمي لا 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 يقول لك وبعد وأحاول وانتظرني ومرة جاء ليش؟ لأن هذا السويلة سيرجري يفشلك
لان البروسيس بعدها موجوده، وهاي صارت وياي انا بصراحه بالبدايه. تدرون بعدني جراح جديد، وهاي كنت اسوي باي باس جرافت وواي جرافت وما ادري شنو جرافت، ومتعب نفسي وعمليات تطول 4 ساعات 5 ساعات، واذا بحضره المريض ورا 6 شهور رجع يدخن، طبعا اكيد ورا سنه تنسد الشرايين الاصطناعيه، تنسد الشرايين الطبيعيه انسدت، مو فما بالكم بالطبيعي بالصناعيه. فاحنا شو نقول لهم؟ نقول لهم يابا اذا ما قدرتوا نوصل اهل، اذا ما قدرتوا توقفوا عن التدخين، بس هي هاي عندكم هذني المسكنات اللي هي هسه تشوفون قدامكم، فازوديليتر، نعطي بين كيلر، نعطي هيمورجيك ايجنت اللي من جماعه هذا، انتي بليتليت، اسبرين وما اسبرين وش اسمه، ممكن تعطي ثرومبوليتيك ايجنت وخلصت السالفه. ابد لا تدوخ نفسك، مو اكسرسايز ما اكسرسايز بعد بكيف. ده ما وقف التدخين، لذلك احنا نخلي هنا نمبر 1. اذا نمبر 1 ما 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 مشي، ما تروح النمبر 2. لا هو توقف، هو نمبر 1 خلاص، هو ما سوى نمبر 1 فانت تتوقف. فذني كلهم التريتمنت والشسمه والهذا والانرجيسي واركرين او لا او لا مثل ما. فإذا تشوفون العبارة اللي جوا خالها أنا بمربع أخضر، هاي مهمة جدا تختصر الموضوع. stop smoking and keep walking. إذا ما سواها، ما سوى stop smoking، ماكو داعي، ما تمشي وياه، نهي الموضوع. لأن السيرجري شوفوها بين sympathectomy اللي هي indirect surgery، سواء سوي dorsal sympathectomy او لامبر سيمباثيكتومي، اللي هو الفكره انه توخر البازو كونستركشن سيمباثيكتوم، وهذا يفيد جماعه الراينويد، او تسوي ثرومبكتومي، يعني مو امبولكتومي تقليديه مرات، لانه اكو يصير اكيوت اون كرونيك مثلا، فتستخدم ثرومبكتومي كاتيتر او نفس الامبولكتومي وياها اريجيشن، ريسكشن للاريا الاستينوست، و او ترجع باي جرافت، او مثلا اذا قدرت اذا اند تو اند المسافه قصيره، اذا كبيره تستخدم جرافت اللي هو قد يكون السافينس فين جرافت، سواء كان بالطريقه التقليديه او ريفرس او السيرفيتك جرافت. زين، باي باس جرافت ممكن تعوف المكان وتسوي باي باس. زين، مثل ايورتو باي فيمورال واي شيب، او طبعا الامبوتيشن واحدة من الحلول. هسه حاليا قام يستخدمون ال PTA اللي هي بيركوتانس ترانسليومينال انجيوبلاستي، شوفوها هنا، يعني ستنت وتنفخ ببسط الارتري، بالون ويا ستنت، هذا هيك يدوخ. هذا الجايد لاينز يشرح لك الحكي اللي حكيناه كله، بس بطريقه انه نقسمهم الى كلاسات. برجر هو عادة دولة 30 years يجون، يعني ما usually young تقدر تسميهم بين 20-35 years male صراحة، اللي هم heavy smoker، ودولة مرض التدخين رقم واحد، مو بس chronic atherosclerosis، يصير عنده مثل rhinoid phenomena. وبصراحة دولة يجوك بهط، شوفوا هاي الصورة، هيك يجون يعني قاصين رجلهم قبل فترة اليمنى، لأن ما يتوقفون عن التدخين، هالدورة قصت رجلهم الثانية، هالدورة ذا تبعون للهاند زين اليمنى، هالدورة استوهم سوينا لهم الهاند اليسر، ما يتوفون يتقصقصونهم وبعدهم يدخنون. لريش سيندروم دولة بصراحة يجون بايلاترال، ودولة يتميزون بعدة صور. أولا هو عباره عن ثرومبوتيك اوبليترنس للابدومينال ايورتا لللور بارت من عنده، تلقى فتيج لو بوث ليمز واتروفي اثنيناتين وبالر، والنقطه الرابعه مهمه امبوتنس. راسا من يقول لك كلمات امبوتنس اسال عن هيك موضوع، راح تفتهم انه هذا لريش سيندروم. الحل الوحيد له اذا غير الكونزرفاتيف اذا تسوي سيرجري هو لو ايورتو اليك، او اذا تشوفون هاي الصوره اليمكم بشكل دايجرام. زين هذا السيرثيتك خلي اسوي اشركم عليه، اذا تشوفون التاشيره يبدي منا من فوق منطقه الاوبستركشن ويصير
على الجهتين، ننزلها على الفيمورال ارتري. هذا ما صار في شيء مهم، هذا بلاك نيل اللي هو يصير هذا wearing shoes too short أو too wide ماكو في الموضوع. شكرا جزيلا شباب. هسا ما أعرف أني نفتح المايكات أول شيء أو منو عنده سؤال وجواب؟ والله ها شباب بدي أسمع صوتكم، خل أفتح لكم إياها بس مو سوى هوسة، دير بالكم على المايكات ملاتكم. ها شباب شنو نعمين وين ها أحمد وين أحمد شباب يا ريتو انت كنت وياك نسمعك ايش بس تسمعني ايش ما مشي كل الاسئله من عندكم حد سؤال مختار ها طيب سؤال غريب مقطن يا بنات يلا مصطفى قول مدى سرعة أنا سافاتح المايكات على الكل بس مدى أسمع أسمعني؟ هسه أسمع صوت واضح هسه دكتور يمك؟ يا الله دكتور بس سؤال على مفاصلر ثرومبوليسيس أي شنو فرق؟ شنو فرق على ازاي مصطفى تقدر تكتب لي على مدى اسمع ده يقطع الصوت تمام تمام بعد في سؤال ثاني مصطفى بالنسبة للإنتراباسكولار مو بس الثرومبولايس يعني شوف أكل كاتيترز حتى الكاتيترز أنا راح أسد الصوت لأنه مدى استفاد من عندكم فتحت الصوت وما استفاديت الصوت هسا سدينا الصوت بس اللي يريد يسأل ممكن أن يفتح المايك ويسأل عموما شوف مصطفى راح تسمع هواي أمور واحدة من عدهين اللي راويتك إياها هنا خل أراويك بعد هذا اللي تشوفه قدامك هاي الكاثيتر هاي
هاي مو كاتيتر بس وستنت. اكو حتى هاي يسموها دراج ليوتد، يعني الستنت تجي بها مثل الثرومبوليتيك الذوب، حتى ما تتجمع الخثر بها. واكو ممكن ان تدفع مواد، يعني نفس الكاتيتر تدفع الثرومبولايسيس ايجنت اللي هو جماعه ال يعني جماعه الستريبتوكاينيز وغيرها. تدري اكو عندك مجموعتين اكو او ثلاث مجامع، عندك جماعه الاسبرين والبلافيكس ذني انتي بليتليت، وجماعه الهيبارين والوارفرين ذني انتي كوجولنت، وعندنا الثرومبوليتيك ذني الثلاث انواع اللي معروفات. بس اكثر شيء سا التيشيو بلازمينوجين اكتيفيتر، هذا اللي دا يستخدم السا حاليا اللي هو اخر واحد الستريبتوكاينيز يوروكاينيز، و اللي نستخدمه الاكتيليز. الاكتيليز اللي يستخدمون حاليا بالريسنت ام اي، نفس هذا ممكن انه انت الدفعه انترا ارتيريال للمكان مال الثرومبوس على مود تسوي يوتيلايزيشن. واضحه؟ بعد اكو سؤال ثاني؟ ماكو سؤال ثاني؟ اللي عنده سؤال يقدر يفتح المايك ويسأل. هو indication part يعني قصدك إذا كان بالبداية أو acute أو هذا. إحنا شوف عندنا اثنين بالنسبة إنك كجراحين، أنا أحكي لك كجراح، قد يكون جماعة ال intervention vascular intervention لهم في رأي ثاني. بس أنا إذا تسألني إذا جانا acute فالإمبولكتومي أنا أتصورها better than thrombolytic. يعني الإمبولكتومي تستخدم فوقارت كاتيتر بالأكيوت. بالنسبة للكرونيك قد يكون قد يشوف إذا أكو فائدة حتى يعبر الستيب، لأن هذا حتى يستخدم ال هي البالون لازم يعبر منطقة الانسداد أو يستخدم الستنت، فممكن أن يستخدم الثرومبوليتيك ايجنت حتى يعبر منطقة معينة، وبالتالي كهيبريد بروسيجر ممكن أن تستخدم الاثنينات، يخلي ستنت ويستخدم ثرومبوليتيك ايجنت بنفس الوقت يسوي باي باس سيرجري. ماكو فد انديكيشن معينة بيرسي، بس هي اكو عدة عوامل تشوف بهذا المريض ممكن يستفاد. ممكن المريض يكون unfit for surgery فرضا، قد يكون unfit for surgery طبعا تستخدم لأكيد الماضي. الناحية الثانية بصراحة مصطفى يعني المريض أكثر تقبلا أنه يقول لك أسوي قسطرة مما أسوي عملية تقليدية، يعني كلها تقول لك يعني كأنما التكنولوجيا شوية تبهر، يقول لك أنا هذا تخدير موضعي ولا تخدير عام ولا ما أدري شنو ولا مشاكل تشيل بباله، وأغلبهم هم كبار بالسن يميلون لهذا الموضوع. بس اللي دي يصير عنده مشاكل. المشاكل شنو؟ دي يندمر الآرتري المكان المعين، يعني كانت موجود سيرجري باي باس غراف في مروبوبليتيا العادية وتنتهي بالأخير من الأيور تكون تجيب لي جوا، وسيرجري فتشي كلش كبير على المريض. لذلك المفروض هذه الأمور حتى من ضمنها الانترفينشن، هذا رأيي الخاص، حتى الانترفينشن يكون أندر guidance of vascular surgeon، لأن هو أكثر ملم وأكثر معطي بالموضوع الفاسكولار. اللي ده اللحظة هسا حتى جماعة الباطنية قاموا يحولون رأسا للكارديولوجيست. الكارديولوجيست هو كل اللي عنده هو هاي البالون وعنده الثرومبوليتيك ايجنت وعنده هذا، بأي مكان ده يعطيها بلا انديكيشن، ولا يفكر اللي بعدين شي يصير، ولا يفكر حتى للمريض هذا لأنه الاثيروسكلوروسيس مالته يجوز حتى بعد عدة ساينز اوف رينال فيلر، وبالتالي اغلبهم ينتهون برينال فيلر صراحة، وما يسلمون لا على رجلهم ولا على كلاتهم. كافي الجواب استوفي واضح ماشي. بعد اكو سؤال ثاني؟ ماكو؟ هاي لو انتم كلش مضبطين الموضوع، فإذا أريدكم كلكم مياي هسا بنسوي لكم شو اسمه. أنا راح أعطيكم هسا
تفتحون رابط مع الجوجل فورم. هذا الرابط راح أعطيكم إياه بالشات. تدخلون عليه هنا 10، أعطيكم 10 دقائق كلش كافية. ورا 10 دقائق أسد الرابط. هو بالحكي اللي حكيناه هسه ماكو في شيء. اللي حاضر المحاضرة ومنتبه مو نايم البعض الجماعة أكيد يجاوب. هذا الرابط صار قدامكم، توكلوا على الله شباب. هسه 37 دقيقة، 47 دقيقة نسد الرابط. أنا راح أظل هنا أخاف أكو في شيء حتى تعطوني خبر. شكرا جزيلا وفي أمان الله.